رسميا عزل هشام جنينة من منصبه. هشام جنينة خد جزاؤه لانه اتكلم عن الفساد، واحنا في مصر ما بنسمحش لحد يتكلم نص كلمه عن الفساد، كفايه ان هو الحاجه الوحيده اللي بتنمو في البلد. عندنا في مصر اللي بيجي على الفساد ما بيكسبش. المهم، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اكبر جهه رقابيه على مصروفات الحكومه، حاجه كده بتسوي منصب رئيس المحكمه الدستوريه فيما يخص الحمايه والرقابه على الدستور، ده لو الامور ماشيه بشكل طبيعي لا سمح الله زي كل دول العالم المحترمه يعني. المهم، الراجل اعلن بالمستندات عن فساد حكومي يقدر ب 600 مليار جنيه في ميزانيه بلد تقدر ب 800 مليار. باختصار كده بيقول لنا ان البلد بتسرق 3 ارباع المبلغ اللي بتعلن انها رصدته للصرف علينا في التعليم والصحة والإسكان ودعم المواد التموينية ودعم المحروقات إلى خلاخ. الحرامية الكبار قوي اللي بتقسم المبلغ ده فيما بينها هاجوا وماجوا وشنوا عليه حملة تشويه إعلامية ضخمة. السيسي شكل لجنة تحقيق في التقرير بتاع جنينة مكونة من كل التنفيذيين اللي التقرير اتهم مؤسساتهم إنها فاسدة. السيسي مسكتش وأصدر قرار قبل انتخاب اعضاء البرلمان مباشره باحقيه رئيس الجمهوريه في عزل رؤساء الجهات الرقابيه، قال يعني خايف من البرلمان يعني. المتابعين كلهم وقتها اكدوا ان القرار ده مقصود به هشام جنينه بس، لانه تقريبا الوحيد اللي بيطبل خارج السرب، لدرجه ان هم كانوا بيقولوا على القرار قرار عزل جنينه. ده جاي لنا بقى. المهم خلاص الحمد لله تم انتخاب البرلمان اللي اكيد هيقول ان القرار غير دستوري ومش من صلاحيات الرئيس انه يعزل رؤساء الجهات الرقابيه، ولكن شوف حكمه ربنا يا مؤمن، البرلمان وافق على القرار. وطبعا لجنه تقصي الحقائق اللي شكلها السيسي شككت في ارقام جنينه وقالت ان الفساد لا يتخطى حاجز ال 400 مليار جنيه، يعني بنسرق نص اللي المفروض نصرفه مش ثلاث ارباعه على الكذاب. لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. لجنه تقصي الحقائق حولت رئيس المركزي للمحاسبات للنيابه للتحقيق معاه بتهمه نشر بيانات كاذبه من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري وتشويه سمعة البلد. يا أم المطهر. والسيسي أصدر قرار بعزل هشام جنينة الساعة 2 بعد نص الليل، بيشقى والله الراجل. وجهات سيادية متعددة مصحوبة بآليات عسكرية حصرت مبنى الجهاز المركزي ومنعت نواب رئيسه من دخول مكاتبهم وهددت الكل بعدم خروج أي ورقة وتحفظت على كل المستندات الموجودة في مكتب جنينة. وأخيرا نقلت الول ستريت جورنال إن جنينة قيد الإقامة الجبرية وممنوع من الاتصال بالعالم الخارجي، حاجة ما سمعناش عنها من أيام عبد الناصر يعني، وأحداث لوحدها تقوم 4 ثورات وانتفاضتين. الغريب في حكاية جنينة إن الأجهزة الحاكمة وفي خضم نزاعاتها وصراعاتها على مناطق النفوذ قدرت تتحد ضد عدو مشترك بمنتهى السرعة والجاهزية. احنا زي ما انت شايف أسرة مع بعضينا. مصطفى بكري يحذر من انفجار مفاعل ذري بمنطقة السيدة زينب. ايوة، البلطجية اقتحموا المركز اللي يقع على بعد 200 متر من اسم السيدة زينب ونص كيلو متر من مديرية امن القاهرة ومحدش منهم اتحرك. واحدة من سياسات الالهاء والتخويف واحداث حالة من الرعب لحين صدور اوامر اخرى. بكري عاوز يقنعنا ان في مركز اشعة في السيدة زينب في مفاعل ذري، بس الشهادة لله الراجل قال ان المفاعل الذري اللي فيه صغير وحلو كده ما شاء الله يعني. طب يا ترى في مشاكل تانية يا درش؟ بالاضافة لوجود غاز الهوليوم. ايه؟ الهوليوم. صحة وعافية يا درش. تعيين أخرس مؤذنا لمسجد بمصر. تحقيقات الشؤون القانونية في أوقاف المنيا أثبتت إن قرارات التعيين من 2010 كان فيها بعض القرارات الوهمية، يعني كوسة وطرمخة ومحدش حس بحاجة إلا بعد 6 سنين من تعيينه. وبغض النظر عن إن الأخرس أصلا تم تعيينه بمسمى وظيفي عامل مسجد، وده في الأوقاف بيبقى مش مهم صوته أو غيره يعني، لأن وظيفته بتقتضي فتح المسجد قبل الصلوات وتنظيفه وقت ما غزلته تكون رايقة. المشكلة مش في عدم أهليته لوظيفة مؤذن زي ما قال الجريدة فيتو، المشكلة ان واحدة من اهم وظائف عامل المسجد هو انه يكون عصفورة للامن وينقل كل اللي بيحصل في المسجد لضابط امن الدولة في البلد اللي فيها المسجد. بتقول ايه دي؟ بتقول هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد وما يدرع ولا ما يحصد ولا ابناء وعجبي. هل انت كله في هبة واحدة؟ ايه البلاغة دي؟ وزير الري سد النهضة أصبح أمر واقع ولا فائدة للبكاء على اللبن المسكوب. طبعا مادام السد أمر واقع مش هنقدر نقرب له، لو كان سد خيالي مثلا كنا هديناه بمنتهى السهولة. المهم إن خلاص مفيش مية واللبن كمان اندلق ومش عاوزين نعيط عليه، وواضح إن الوزير اتفاجئ أصلا بوجود السد. لا ريبوبليكا، النيابة الإيطالية تستجوب المحققين المصريين حول مقتل ريجيني. تخيل لما تبقى أنت أصلا وظيفتك استدعاء المتهمين والتحقيق معاهم ويتم استدعائك أنت نفسك لبلد تانية عشان تخضع لتحقيق سلطتها. بتحط نفسك في مواقف
كانت بايخة. وزير السياحة: أزمة اختطاف الطائرة أثبتت أننا بلد الأمن والأمان. يعني بالذمة حد شاف في أي حتة في الدنيا واحد بيتخطف ومتعلقاته ما يضيعش منها حاجة، أو راكب يتخطف والخطف يتصور معاه سيلفي؟ أمن وأمان ده ولا مش أمن وأمان؟ العرض الجامد من حكومة شريف إسماعيل: استلم كرسي الوزارة ومعاه طبلة هدية. وزير السياحة لسه مستلم الكرسي ويدوب بيجرب الطبلة. طيب نحب نسأل معالي وزير السياحة، بعد ما فيديوهات الخاطف مع المضيفات اللي كان ناقصها شجرة واتنين ليمون، لما شخص مضطرب نفسيا وبيعاني من مشاكل عائلية زي ما قال الأبرصة، يعني قدر يحول وجه الطيارة بحزام تخسيس؟ بتعتبره إثبات على إننا بلد الأمن والأمان؟ سيادتك الوضع كان هيبقى إيه لو الحزام كان فعلا ناسف؟ ده كان هيبقى كل الأوضاع مش وضع واحد. نقلا عن الميدل إيست مونيتور: الجيش المصري يتأخر 8 مراكز في غضون 24 ساعة في ترتيب الجيوش الأقوى في العالم. مرة واحدة وبدون سابق إنذار وفي خلال 24 ساعة نزل ترتيب الجيش من المركز العاشر للمركز الـ18، حاجة كده ما تحصلش إلا في حالات الهزيمة العسكرية. كون كده كده. احد ركاب الطائره المخطوفه كانت حاجه لذيذه، وهي كانت تجربه لذيذه عامه يعني. لذيذه للغلط كانت لذيذه يعني، يعني ما بتمرش عليك دي مره واحده في العمر وكده، وخير يعني. بالاضافه للفيديوهات اللي اتصورت خلسه للخاطف والركاب بيطلبوا يتصوروا معاه سيلفي، فكان بالفعل فيه لحظات مسخره حكاها الراكب عبد الله العشماوي، دكتور في جامعه اسكندريه، بيحكي عن رد فعل الركاب المصريين لما عرفوا ان الطياره اتخطفت. حسب موقع الاندبندنت بيقول في واحد من ضمن الركاب كان نايم وقام من النوم، بص للي جنبه قال له في ايه؟ قال له احنا مخطوفين وهنروح قبرص. قال له قبرص ايه؟ انا كده النت هيفصل عندي من على الموبايل. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. واحد تاني اول ما عرف ان هما مخطوفين اتصل بمراته قال لها انا كنت مخبي فلوس منكم في البنك، وقال لها اسم البنك، وقال لها روحي خدي الفلوس. المشكله ان مراته نسيت اصلا انه مخطوف وقعدت تقول له علي صوتك مش سامعه اسم البنك. راكب تاني كان جايب فرخه بلدي معاه في الطياره وهو طالع، امن المطار اخذها، فلما عرف فوق ان هما اتخطفوا عشان في واحد معاه حزام ناسف قام زعق في قلب الطياره قال لهم يعني خدتوا مني الفرخه وسبتوه يعدي بحزام ناسف؟ اريدوا فرختي، انا عايز الفرخه بتاعتي. عمرو أديب يكشف: السيسي أرسل قوة عسكرية للتدخل في أزمة الطائرة المخطوفة. عمرو متأثر بسوابقنا مع أبرص. سنة 1978 أرسل السادات قوات صاعقة على متن طيارة لمطار لارنكا لتحرير رهائن احتجزتهم جماعة فلسطينية مسلحة. وقتها تم التعامل بغشومية مع سلطات أبرص مما أدى إلى مقتل نص القوة المصرية واعتقال الباقي. لكن وقتها كانت مجموعة فعلا مسلحة وقتلوا وزير الثقافة وقتها يوسف السباعي بسبب رفضهم لاتفاقية كامب ديفيد اللي وقعتها مصر بشكل منفرد مع إسرائيل. واخد بالك عمرو؟ مجموعه مسلحه مش بورصه جعان بحزام فيه علب شامبو حجم وسط يا عمرو. وبعدين انت كنت واخد الموضوع على صدرك كده ليه؟ ولكن ابى الله الا ان يتم نوره. غزوه قبرص. والدة ريجيني تهدد بنشر صورة جثته إذا لم يتم الكشف عن القتلة ليرى العالم ما حدث له في مصر. السيدة باولا ريجيني قالت في جلسة اجتماع ليها والجزها أمام مجلس الشيوخ الإيطالي إنها تعرفت على ابنها من طرف مناخيره بس. وهددت المحققين المصريين اللي رايحين روما يوم 5 إبريل لو ما كانش معاهم اسم قاتل ريجيني هتنشر صور ابنها للعالم كله عشان تفضح التعذيب الوحشي اللي ابنها تعرض له في مصر. اللي أنا خايف منه بقى إنها لو عرضت صور ابنها الناس عندنا في مصر يستغربوا ويقولوا عاملة الهليلة دي كلها على المنظر ده، بس ما احنا عندنا ناس بيحصل لهم اكتر من كده وما بنتكلمش يعني. فريد النقاش: الاخوان ربما يكونوا وراء خطف الطائره المصريه. هم سطرنا يهبوا عليا انا ولا ايه؟ فوقي. في ناس اتحولت تبريراتها اوتوماتيك كده لاتهام الاخوان بكل جريمه حتى قبل ما توصل اي معلومات عن الحادث. يعني لو بس نبلع ريقنا ونعد لحد 67 بس بدل ما يبقى شكلنا بايخ كده. معلش معلش اهدي يا منار. جدول الدورة التدريبية لأعضاء البرلمان حول معايير الأمن القومي وحروب الجيل الرابع. الدورة دي كانت من ضمن برنامج السيسي الرئاسي. تخيل جنابك إن مرشح رئاسي بخلفية عسكرية كان من برنامجه نشر الوعي بالأمن القومي وسط كل التجمعات المتاحة الوصول لها، موظفي الدولة الشباب وشباب الصحفيين، وأخيرا أعضاء مجلس الشعب المنوط بهم لمؤاخذة التشريع والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية. بيقعد المتدرب ساعتين في كل محاضرة يسمع فيها جنرالات أكاديمية ناصر زي اللواء محمود خلف واللواء حمدي بخيت، فاكرينه؟ هو ما عملش جريمة. ولازم المتدرب يفتح عينيه ويطرطق ودان وهم بيفكروا بالماضي التليد وموقع مصر في سرة العالم والمؤامرات اللي بتحاك ضدنا من الولايات المتحدة بالرعاية والدعم السياسي، تشترك فيه تركيا بالتدريب، تشترك فيه قطر بالدعم المادي، تشترك فيه عناصر كثيرة خاصة العناصر التابعة لتنظيم الإخوان داخل ليبيا والعناصر التي تتصل بها من داخل السودان، اوعى تنسى. ويخوفوا بهم حروب الجيل الرابع
والسوشيال ميديا والفيسبوك، ويركزوا قوي على الاشاعات اللي بتبثها وسائل الاعلام البديله. وبصراحه عندهم حق، يعني جنرالات عاشوا كل حياتهم بيوجهوا قول الشعب عن طريق الاعلام الرسمي والخاص بالشكل اللي هم عاوزينه. فجاه اكتشفوا ان اي حد شايل موبايل في حلايب بيقدر يحصل على معلومه عن عدد سيارات موكب الرئيس وصور حيه لعدد توابيت ضحايا الجيش والشرطه. الامور فرطت منهم، ولازم الكل يبقى اندر كنترول حتى لو كان عضو مجلس شعب موقر. قرار جمهوري بمعاشات استثنائيه ل 90 من ضباط الصف والمتطوعين والمجندين السابقين بالجيش. كالعاده زياده معاشات العسكريين او معاشات استثنائيه لعسكريين نقدر نقول انه بقى الطقس كده مرتبط بفترات الزهق عند السيسي. في الزهق ده النواب يوافقون على ادراج ميزانيه البرلمان رقما واحدا في ميزانيه الدوله. قال لك الجيش ميزانيته بيتم ادراجها كرقم واحد من غير تفاصيل كده، واحنا مش اقل من الجيش يعني. الجيش متعين واحنا منتخبين، احنا الاحق بالواحد. جابر نصار اعجب لتدريس قصه عنترة بالمناهج وترك بطرس غالي ونظرائه. طيب عنترة كان بينظم قصائد شعر فيها من التراكيب والقافيه والمحسنات البديعيه والاوزان الشعريه ما يفيد الطلبه ويقوي من لغتهم العربيه. كان بيوصف حاله البيداء والقمر والشمس وحب العبله والكلام اسمه ايه ده. بطرس غالي بقى ما كانش بيعرب غير عن قلقه طوال فتره وجوده كسكرتير عام للامم المتحده. قبلها كان وزير خارجيه لكنه تولى الوزاره في ظرف عصيب مصنوع مخصوص عشانه زي ما حكى هيكل في كتاب خريف الغضب. منها مثلا ان وزير خارجيه السادات لما استقال اعتراضا على اتفاقيه كامب ديفيد عرض السادات الوزاره على مساعد الوزير بشرط ان يؤدي القسم في الاسماعيليه في وجود وفد اسرائيلي خلال احدى جولات التفاوض. مساعد وزير الخارجيه رفض يقسم اليمين في وجود وفد الصهاينه واعتذر عن المنصب. ووقتها كان بطرس غالي مجرد امين عام وزاره الخارجيه للشؤون الماليه والاداريه، يعني بيشغل منصب ملوش علاقه بممارسه الدبلوماسيه لا من بعيد ولا قريب، ولكنها لحظات صناعه قيادات حاكمه من النخب المواليه للنظام العالمي. منظمة السياحة العربية تمنح السيسي قلادة السياحة العربية. وزير السياحة السابق هشام زعزوع وفي خضم حالة من التعريض اللا إرادي اللي كان بتنتابه أحيانا يعني، كان أطلق حملة ترويجية تتلخص في وضع صورة السيسي على بوسترات ومواقع لتنشيط السياحة. وزير بيشتري استمراره في الكرسي بأعمال تعتبر منافية للعقل والمنطق. صورة الرئيس على حملات الترويج جابت نتائج عكسية، وواضح إن رئيس منظمة السياحة العربية قرر يمنحه القلادة منعا لوضع صورته على حملات ترويج عربية تانية خالص. ولكنها يجب أن حتى لا تخون رجالا آخرين. معتز بالله عبد الفتاح للخارجية حادث خطف الطائرة في صالحنا وضحوا ده للعالم. معتز زي أمر أديب بالظبط، شايف إن في صالحنا إن إحنا نقول للعالم إن بورص بحزام تخسيس بيجيب فيها علب شامبو قدر يضحك على أمن المطار وطاقم الطيارة ويخطفها ويحول مسارها من القاهرة لقبرص غصب واقتدار. أستاذ معتز عبد الفتاح، ممكن بناء على كده تقول لنا إيه هو تعريفك للفشل؟ فاطمة نعود تطير لكندا لتفعيل قانون منع التمييز قبيل ساعات من تأييد الحكم بحبسها 3 سنوات. المحكمة أيدت حبسها الساعة 10 الصبح وأصبح الحكم واجب النفاذ، لكنها كانت تقريبا وصلت للجانب الاخر من العالم. تليفون صغير قبل تأييد الحكم لمفعول السحر. الملاحظ في رموز 30 يونيو ان الواحد فيهم بيفضل يجعر وتلتهب حنجرته ولوى زدبان وهو بينشد الشعر في مصر وتراب مصر ورملة مصر واسمنت مصر، وبمجرد ما يحس ان الدايرة طالته بيكون بدأ يستمتع بوقته في بلد تاني، وده اللي حصل مع نعوت وغيرها. مصر هي امي بس من الطيارة بتبقى مرات ابويا. مفاجأة، تأجيل انتخابات المحليات لأجل غير مسمى وتقرير أمني يفضل عدم إجرائها قبل 2018 خشية تسلل الإخوان. تاني، يعني اعتقلت رموز الجماعة وقيادتها وقتلت شبابها ونفيت جزء منهم برا البلد وجزء تاني أكبر مطارد جوا البلد، وبرضه مصر تغير آليات إدارة الدول المتعارف عليها وأهمها النواب المحليين ودورهم في الرقابة والإشراف على الأداء الحكومي اليومي. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, brach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. التعليم حذف 6 ابريل وتمرد من الكتب المطوره العام المقبل. هي حذف دي بالزين ولا بالزال عشان وزير التعليم يفتكر ان احنا بنسخر منه لا سمح الله؟ يعني هو بص يا باشا، كل سنه منهج جديد، بعد كده ممكن تسال صاحبك في الجامعه انت من جيل 30 يونيو، يقول لك لا انا من اخر دفعه جيل يناير. طب درست حصه 6 ابريل؟ لا درست ثوره 23 رجب المباركه. اللخبطه والتخبط يتسيدان البلاد من مطارها حتى فصول مدارسها الابتدائيه مرورا ببرلمانها، ما جتش على 6 ابريل يعني. الشيخ ميزو، الرقص الشرقي حلال ولا يثير شهوتي، ونجوى فؤاد ترد بيقول الحق.
قتلنا الفن والإبداع ونحن الآن نعيش تحت قبضة الاحتلال الوهابي بالمناظر اللي بنشوفها دي. رأيك إيه في الرأس الشرقي؟ كل أنواع الفنون التي لم يأتي فيها نص. أنا عايز بس أفهم، الناس شغلت نفسهم النهاردة لما أنت تتعلم الرقص الشرقي وتعلمه للناس. من أراد أن يشاهد هذا النوع من الفنون أهلا وسهلا، ومن لم يرد ما يتفرجش، لكن من يحرم عليه أن يأتي بدليل للتحريم. الحرام ما ثبت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهؤلاء والأصل في كل شيء من إباحة ما لم يرد نص بالتحريم. والله إذا كان عندنا مدارسنا فيها رقص شرعي أفضل من الطالبات، رقص شرقي هاتف أفضل من الطالبات لنفسين خيم سوداء، وكانوا بيقطعوا شارع صلاح سالم وبيدمروا منشآت جامعة الأزهر. طب ورأس الأجنبيات شيخ محمد؟ والله أنا كنت أشاهد نعيمة عاكف وهي ترقص في الأفلام وأنا طفل صغير، لم تكن تسير شهواتي، لكن كنت أنظر عليه على أنه فن من الفنون والإبداع. الحقيقة أنا كنت هشكك في كلام الشيخ ميزو يعني، بس لما لقيت العلامة نجوى فؤاد بتأكد كلامه مش هقدر اتكلم يعني. محمد صبحي، الحكومات والرئاسة ليسوا المسؤول الأول عن مشاكلنا. بص أنا مش هرد، أنا هخليك أنت اللي ترد على نفسك. أنا لو ما كانش ريقي ناشف كنت تفيت عليك. رئيس مصلحة السجون، الإخوان يكذبون كما يتنفسون، ولا يوجد اختفاء قصري أو تعذيب. أنا لا أكذب ولكني أتنفس. إحنا بقى ما عندناش وقت نتنفس، بنكذب بس. طب ما فيش اختفاء قصري؟ قولنا ماشي. الإخوان بيكذبوا؟ قولنا ماشي. إنما تقول الإخوان بيتنفسوا؟ دي اللي غريبة جدا يعني. معيط للسروق، ضعف الإيرادات حالة دون الالتزام بالدستور في مخصصات الصحة والتعليم. لا شيخ، ضعف الإيرادات ولا وساخة الأولويات والأنتمة مع العصابات. وفاة سامح سيف اليزل بمستشفى السلام الدولي. لا ما يخلش علي أنا اتكلمت، ما يخلش علي أنا اتكلمت. ده راجل مخابرات برضو يعني، مش سهل نعرف إذا كان مات فعلا ولا بيستهبل زي عمر سليمان. أنا رأيي مدام الجثة موجودة نكهرب الجثة عشان نتأكد. ده مجرد رأي للتوثيق العلمي بس مش أكتر يعني، ملوش أي علاقة بالشماتة عشان الناس اللي بتقفش. أنا فاهم وعارف كويس جدا إنه لا شماتة في اليزل، مفيش فيها كلام دي. وزيرة الاستثمار، هنخلي المستثمر يتجوز الفرصة ويخلف منها كمان. أيوة هو ده الكلام اللي يجيب عيال، نربطه بالعيال بدل ما هو ماشي مع الفرصة في الحرم. وثائق بنما تكشف أسماء رموز نظام مبارك بعد تجنيد الاتحاد الأوروبي لأموالهم. الدنيا كلها مقلوبة بسبب وثائق بنما، وإحنا في مصر عاملين من بنها كالعادة، ولا في حاجة هتحصل ولا في فلوس هترجع. في أيسلندا نزل الآلاف يتظاهروا في الشوارع مطالبين باستقالة رئيس الوزراء لأن اسمه طلع في الوثائق، بس دول طبعا عالم فاضية يعني. وإحنا والحمد لله رئيسنا فلة، اسمه مطلعش في 149 ورقة اللي اتنشروا من 11 مليون ورقة اللي اتسربوا، مع تمنياتنا بحظ أوفر في التسريبات القادمة. أما عن أولاد مبارك والأسماء القديمة دي، إحنا أولاد النهاردة، مش كفاية خلعناهم تقريبا يعني أظن، يعني هيبقى موت وخراب ديار، مش كفاية مش طالع لهم معاش بعد 30 سنة حكم. أنا بس اللي فاجئني وحزف نفسي الصراحة إن حتى جزمة ميسي اللي ما كانتش عجبانة طلعت فلوسها حرام. مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ نادر الوجود بكر، فتى حزب النور المدلل. بعد تنحي مبارك مباشرة، ظهرت بعض الوجوه اللي ادعت اشتراكها في ثورة يناير وقالت انها خرجت ضد مبارك وشاركت في معركة كوبري قصر النيل واعتصمت في التحرير. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرس بقى. الوجوه دي كانت كتير، بس اللي كمل فيهم ولمع مجموعة صغيرة قوي، كان واضح ان هما بيتم دفعهم دفعا لتصدر المشهد. انت اللي هتغني يا منعم. من ضمنهم واهمهم وقتها نادر بكر، نموذج الشاب السلفي الكيوت ابو بدله شيك وكرافته اشيك، اللي دايما قادر بلباقه وحضور انه يتحاور ويرد على اللي بيحاوره بطريقه منمقه واسلوب سلس ولغه عربيه سليمه. بالعكس، هو ان كل يوم بتثار بلابل وقلاقل بلا اي مبرر. نعم، بلابل وقلاقل بلا. انت جبت لغاليب ودي من ايه؟ ايه الدكتوراه بتاعتك في اللغاليب؟ نادر عضو مؤسس بحزب النور، الذراع السياسي للدعوة السلفية اللي حرمت الخروج على الحاكم، بس ده كان قبل فبراير 2011. ثم مرة واحدة وبسرعة الصاروخ أصبح مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام. بدأ من مارس 2011 انتشر نادر بكار ككاتب لمقال رأي في صحف كبيرة ومسمعة زي الأهرام واليوم السابع والوطن والشروق وكمان الموقع العالمي Open Democracy. ده بالإضافة لظهوره في مختلف القنوات الفضائية للدرجة اللي كنت ممكن وقتها تفتح التلاجة تلاقي قدامك. مش هنقف كتير عند الوثيقة اللي تم تسريبها في نهاية 2011 لتجنيد نادر بكر في أمن الدولة قبل يناير، وهنخلي مواقفه وتصريحاته هي اللي تتكلم عنه. نادر بعد نجاح ثورة يناير المؤقت دافع باستماتة عن الشريعة وأعلم في كل مكان إن مادة
الشريعة في الدستور لا رجوع عنها. بعد انقلاب 3 يوليو بلع مطالب الحزب ومعها مطلب الشريعة ومنحة دراسية صغيرة كده لجامعة هارفارد. يا ابن المحظوظة يا فوزي. نادر كان واحد من رموز السلفية اللي اتضح بعد 5 سنين من ثورة يناير انه تم اقحامهم على المشهد لتشويه التيار الاسلامي وجسمه الصلب وفصيله الاقوى تنظيميا والاكثر عددا الاخوان المسلمين. نادر صدع المصريين كتير باحاديثه هو وقيادات حزبه عن سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره فالقول ان السيادة لله هذا تقرير لاعتقاد الشعب المصري دون اعتقاد شعوب اخرى بان حق التشريع مطلق للشعب دون مرجعية الشرع. بنقول انها في الاصل لله وهو قد اعطاها للشعب فعلى الشعب ان يصوم هذه المنحة الالهية وليس العكس. اشتكى كتير من محاولات الاخوان الاستئثار بالحكم. وقد قرر المجلس ان للفريق اول عبد الفتاح السيسي ان يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي اليه وخاصة وان الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع. بعدها زي ما شفنا حزب النور اللي بيمثله نادر اعلاميا كان شريك في بيان 3 يوليو. والله ما وقفنا هذا الموقف وما اتخذنا تلك القرارات وما توافقنا عليها الا حقنا لدماء ابناء شعبنا وهذا اضطرار. السلفيين وحزب النور ومعهم نادر بكر برروا مشاركتهم في بيان 3 يوليو بانها لمنع سفك دماء المسلمين. نادر هتلاقيه دايما في كل احاديثه بعد مذبحة رابعة بيتبنى وجهة نظر المجلس العسكري وبيلوم الضحية انها وقفت في وش المدفع وبيرسخ لفكرة ان قيادات الاخوان هم اللي تسببوا في قتل شباب الجماعة. ده انا جسمي انتبته القشعريرة. بالظبط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اتسبب في مقتل كل شهداء الصحابه اللي امنوا بيه وبدعوته. بالمنطق ده تبقى كده يعني. ده غير ان نادر اترشح في انتخابات برلمان 2015 هو وزوجته وحماه الاستاذ بسام الزرقاء نائب رئيس حزب النور وحصلوا على اصوات باقي العيله. بس كان ضروري جدا بعد كميه الظهور الاعلامي لنادر بكر قبل انقلاب 3 يوليو انه يختفي بعد الانقلاب، ولان اللي بيدير الشخصيات دي قادر يخرجهم من المشهد خروج امن بطريقه تتناسب مع خدماتهم الجليله. فاحب افكركم ان نادر دلوقتي ما شاء الله طالب في هارفارد. وكده تبقى جريمة كاملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.